معنا من القاهرة الحقوقي فيصل المجيدي، وكيل وزارة العدل اليمنية. ماذا يعني هذا الانقسام حول القرار الهولندي برأيك؟ أحييك والمشاهدين الكرام. واضح أن هذا الانقسام يدل بالفعل على عدم وجود إرادة دولية حقيقية فيما يتعلق بالتمديد لهذا الفريق الذي طال حوله اللغط الكبير في أدائه، واتهمته الحكومة اليمنية بشكل واضح بأنه يسيس العمل، وهو بالفعل قام بذلك من خلال إيحاءاته السياسية، الحديث عن حكومة أمر واقع، من خلال حديثه عن أن عبد الملك الحوثي مجرم الحرب وقائد ثورة، ويعني عدم مع أن قرار أساس التكليف للخبراء يتناول الفترة من سبتمبر 2014، لكن الخبراء لم يمارسوا هذه العملية إلا منذ يعني مارس 2015، أي أن هناك إيحاءات سياسية باعتبار أنهم أهملوا الفترة التي أيضا فيها انتهاكات كبيرة، لم يدخلوا فترات مهمة من الصراع مثل الانتهاكات التي حدثت في ديسمبر 2017 وقتل الرئيس السابق وتصفية كثير من الكوادر، لم يدخلوا عمليات يعني الانتشال للألغام. هناك إشكالية في أن الحكومة اليمنية لاحظت أن هناك انحيازا كبيرا فيما يتعلق هذا الفريق، ومن ثم لماذا هذا الانحياز، ومن أين تأتي يعني المعلومات، يعني من يقدم لها هذه المعلومات، ولماذا هذا الانحياز؟ سؤال مهم جدا. الحقيقة أن الانقسام بالفعل واضح، ولهذا تم إقرار هذا القرار بنسبة 44 من يعني في المجلس، أقل من النصف قرار التمديد للجنة الخبراء، وبالتالي هذا مؤشر واضح على أن البعض شعر بأن هناك تسييس وضغوط سياسية وابتزاز حقا في هذا القرار. طبعا فريق الخبراء في الأساس لم يزر اليمن إلا في 6 أيام، أما باقي معلوماتي فكانت ربما مستقاة، هو تحدث بنفسه في التقرير بأنه من خلال شبكة الإنترنت وشبكة التواصل الاجتماعي، وبالتالي غير معلوم مصادر هذه المعلومات. نخشى أن كثير منها ربما أتى عن يعني من أطراف لها ارتباط باللوبي الإيراني، لها ارتباط بميليشيا الحوثي، وهي المنظمات والناشطين الذين للأسف الشديد يقومون بتسييس جوانب كبيرة من حقوق الإنسان، في حين أن التحالف العربي والحكومة اليمنية سبق وأن قدموا ردودهم بشكل واضح وبأدلة واضحة على الانتهاكات، وأيضا بالردود على ما تم الحديث فيه في موضوع الأخطاء التي حصلت سواء من التحالف أو من الحكومة اليمنية. وبالتالي هذه الإشكالية في مصادر المعلومات، دائما ما تتحدث الحكومة اليمنية وتقدم اقتراحاتها بشأن نقل مقر أعمال المنظمات الدولية ووكالتها إلى مدينة عدن، وبالتالي تمارس عملها على كامل الإقليم اليمني. أما الآن وقد اعترضت الحكومة اليمنية واعتبرت أن هذا القرار كأن لم يكن، بكل تأكيد هذا حق سيادي للحكومة اليمنية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وفقا حتى لاختيار الخبراء ذاتهم. طيب، الحكومة الآن قررت بعدم التعاون مع هذه اللجنة، ما هي الجهات البديلة التي ستتعامل معها الحكومة لإيصال صوتها وشرح الواقع الحقيقي في اليمن؟ نعم، في الأساس تم إقرار القرارين، المشروع العربي والمشروع الأوروبي، وحتى المشروع الأوروبي ذاته يتحدث عن أن لمفوضية حقوق الإنسان ولمجلس حقوق الإنسان التعاون مع اللجنة الوطنية لانتهاكات حقوق الإنسان، وهي المشكلة بقرار جمهوري، وفي الأساس المجلس حقوق الإنسان أعلن دعمه، وبالتالي هي الجهة المخولة محليا ودوليا وفقا لذلك بالتحقيق بالانتهاكات، ومن ثم سيتم الاعتماد على هذه اللجنة حقيقة، وهي لجنة محايدة ومستقلة للقيام بدورها. الغريب اللجنة الوطنية، مجلس حقوق الإنسان بالضبط، اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وهي لها كامل الصلاحيات منذ العام 2011 وليس فقط منذ بداية الانقلاب، وبالتالي هذه اللجنة هي التي سيتم التعامل معها وفقا لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذاتها. شكرا جزيلا لك، من القاهرة الحقوقي فيصل المجيدي، وكيل وزارة العدل اليمنية، شكرا جزيلا.